من الغربة. عاد رجل الأعمال والإعلام إيهاب طلعت إلى القاهرة بعدما تمكن من تسوية مديونيته لمؤسسة الأهرام والتي كانت سببا في الحكم عليه بالسجن لمدة تجاوزت 30 عاما. تلك المحنة التي تصدى لها بشجاعة بالغة حتى خرج منها وإلى جواره زوجة وفية تحملت كافة الظروف، الفنانة شيرين وجدي. أنا يا رايح بلاد الحبايب تقول للي غايب حبيبك هناك، تعبني الليالي وشوق الليالي وعنده انت غالي ما ينساش هواك. خرج إيهاب طلعت من كلية التجارة بجامعة عين شمس وبدأ عمله في مجال الإعلانات وسافر إلى لندن وحصل على الجنسية البريطانية، وبمهارته تحول إلى أحد أباطرة الإعلام والإعلان في مصر والمنطقة العربية، وقدم مشروعات إعلامية وفنية خالدة. وفي 2006 سافر إلى لندن، وخلال وجوده هناك تعرض إلى موجة قوية من التجريح والتشويه، وتقدمت مؤسسة الأهرام ضده بدعاوى شيكات بدون رصيد. ومن غربته في لندن بدأ العمل على حل كافة الخلافات القضائية، وتوصل مؤخرا إلى تسوية مع مؤسسة الأهرام وأغلب خصومه جعلته يعود إلى القاهرة في نفس الشهر الذي غادر فيه قبل 8 سنوات، معلنا أن شغله الشاغل خلال الفترة المقبلة المساهمة في تطوير الإعلام المصري وإتمام المشروعات الفنية المتميزة وعلى رأسها مسلسل صديق العمر. وفور وصوله إلى القاهرة كان في استقباله زوجته القوية الوفية الفنانة شيرين وجدي، والتي تخلت عن أشغالها ونجوميتها وشهرتها وتفرغت للوقوف إلى جوار زوجها حتى تجاوز المحنة العصيبة. شيرين وجدي فنانة مثقفة ومتعددة المواهب، درست الأدب الإنجليزي، تجيد التمثيل وتحترف الغناء وتعشق الرسم وتهوى العزف على البيانو، ولذا فهي الفنانة الوحيدة التي شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام، ووقفت على خشبة المسرح كممثلة ومطربة، وبصوتها المميز عزفت على أوتار قلوب جمهورها، ونالت العديد من الجوائز والأوسمة في الكثير من المهرجانات. اهلا بحضراتكم مره تانية في بوضوح. النهارده معانا اشهر ثنائي في الوسط الاعلامي والفني، ضفنا رجل اعمال شهير عاد الى القاهره بعد 8 سنوات من الغربه في لندن وسلم نفسه للسلطات المصريه بعد تسويه مديونياته لصالح مؤسسه الاهرام، ولا يزال امامه نزاعات قضائيه مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون. وافق معالي النائب العام على طلبه في اعاده المحاكمه وتسويه قضاياه المحكوم عليه فيها وجدولت مديونياته وتم اخلاء سبيله. هو يصف نفسه بانه ميكانيكي فضائيات، ومعروف عنه ايضا انه من رواد انتاج برامج التوك شو. اما ضيفتنا الاخرى هي الفنانه المتميزه شيرين وجدي، نص الحلو وقفت جنبه وقت الازمه وضحت بفنها من اجل اسرتها. هي مطربه من الطراز الاول اكتشفها الاذاعي الكبير وجدي الحكيم ومنحها اسمه، تقول انها شبعت نجوميه وسافرت الى لندن لتقوم بواجبها كزوجه وام. هو بيقول انها شريان حياته وهي بتقول ان هو الظل الذي تحتمي به. يا جماعه كلمه جميله، شرفتوني النهارده. ازيك يا ايهاب؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا عمر؟ ازيك يا شيرين؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله وسعداء جدا يعني باول اطلاله ليكي تلفزيونيه، يعني من هي اول اطلاله لي عامه في اي حاجه. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه؟ الحمد لله. مبسوطه؟ طبعا جدا. هو احنا سلمنا نفسنا لان انا راجعه من المطار، فاحنا سلمنا نفسنا لما بنسلم نفسنا احنا سلمنا نفسنا احنا الاثنين. طب احكي لي بقى اللحظات اللي هي او لحظات الطياره اللي هي لحظات العوده لمصر، ولا اتكلم على 8 سنوات الغربه بره مصر؟ هو واحنا راجعين طبعا العوده كان في نفس اليوم، مش كده؟ مش طارق قال لنا في نفس اليوم؟ طارق عبد العزيز ونسرين لطفي المحامين بتوعنا كلمونا وقالوا لنا يلا دلوقتي. خلاص سيادة النائب العام ومستشار هشام بركات والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد
قشروا والجوابات راحت للجوازات في المطار والنيابة وصلت عند المحامي العام الأول الأستاذ وائل شكري المستشار وائل شكري. فكانت ركة. احنا طبعا يعني بنحضر من قبليها بقى لنا شهرين بنحضر، بعتنا حاجاتنا بس الشنط بقى والركة وما بقيناش، بقينا ماشيين في الشارع نبص لبعض. اقول لها انت مصدقه؟ تقول لي لا. انا في الطياره كمان يعني في الطياره شويه اعمله مش قادره اصدق، يقول لي لان انا على طول في خلال الثمان سنين ديت انا رايح جاي لوحدي ما بينه وبين الاولاد، فطبعا كان صعب ان الاقيه جنبي يعني في الطياره. الغربه صعبه يعني. احكي لي بقى ايه. مش بس الغربه، هي طبعا بالنسبه لي انا هو طبعا كان عليه لود جامد جدا طبعا نفسي ان هو كان قاعد هناك. انا اللود كان عليا ان انا ما فيش استقرار، انا لا ده بيتي ولا حاسه ده بيتي، هدومي لبسي. الاولاد احنا قررنا من يوم ما مشينا ان يفضلوا في بلدهم في مصر، لان كل سنه رغم ان هم معاهم كلهم الجنسيات وما يعني جنسيات لي انا لا هم عيات شراج. انا لسه ما عرفتش لسه بنت هتشوف دلوقتي مش هيقعد. لا انا ناويه ما انا مش هيزج عشان كده معاك. ما انا قلت لك لا، هو الناس يمكن مش فاهمه ان الاولاد عندنا ما سافروش معانا، وقررنا ان هم يفضلوا في مصر وفي مدارسهم قاعدين مع مامة تنسل ماما وبابا مامة اللي هو فاروق في البيت، وبقت شيرين هي اللي راح جاي. انا اسف شرطة كمل يعني. فكان الموضوع انت مشتتة بقى، اولادك في مصر طبعا وعياط وانا ماشية رايحة، ايهاب وايهاب طبعا ديبريشن وانا ماشية برضو عياط وانا ماشية هنا وعياط وانا ماشية هنا. طبعا لا موضوع صعب جدا يعني، ربنا ما يوريه لحد طبعا. حكايه يعني دايما حكايه الاستقرار دي الواحد ما بيبقاش عارفها، الكلمه دي اهم حاجه، ان انت استقرار دي كلمه جامده جدا ما بتعرفهاش غير لما بتروح منك. ممكن الواحد يقول ان تبقى حد بيشتكي ان جوزه بيتاخر في الشغل كتير وكده، لا، ان الواحد قاعد في البيت مع اولاده وان الزوج حتى لو بيتاخر وبيرجع بالليل واخري بس في استقرار. عدم الاستقرار ان انت تبقى في حته واولادك في حته دي، بشوفهم على سكايب او بنتكلم في التليفون في الموبايلات، بس الموضوع صعب جدا يعني مش قادره احضنها. ولذلك كنت اقول لماما ايه، مثلا بنوتي صغننه عندها 8 سنين من اول المشكله كانت يعني، كنت سايباها هنا وحصل لي منع ان انا ادخل مصر بسبب الموضوع، عشان كنت بقول ان جوزي ما عملش حاجه وكده، فاتمنعت من دخول مصر لمده 3 شهور. ما شفتش ولادي، شفتهم في رحت لبنان كان عندي بروجرام، شفت ولادي في المطار بس صغنانه ماما ما كانتش تقدر تاخدهم الثلاثه، فشفتهم في المطار طبعا قعدت اخدهم فيهم. كان موضوع صعب جدا علي ان انا ابعد عن ولادي. يعني طبعا وداع، بتودعي ولادك هنا وبتودعي جوزك هنا، ولذلك في الطياره على طول انا كئيبه يعني، لاني ببقى يعني قلبي واجعني سواء هنا او سواء هنا. خفت وانت راجع انك انت يقبضوا عليك وما يسيبوكش وتتسجن؟ انا كنت متاخد. بص انا حاسس ان مصر اتغيرت، وبناء على كده خدنا القرار. خدنا القرار انا وشيرين وطنط، وكان معايا الاستاذ طارق عبد العزيز والاستاذه نسرين لطفي المحامين، بوجه لهم كل الشكر والتحيه على المجهود اللي هم عملوه معانا. هم اخواتنا يعني مش محامين يعني. صراحه كنا عارفين ان مصر اتغيرت، وعارف ان الدنيا اتغيرت، القضاء شامخ طول عمره ما اتغيرش ولا حاجه، بس بقى في روح تانية وفي طريقه تانية وفي ستايل تاني. فكنت خايف. الشرطه برضو نفس الكلام، انا عارف انها اتغيرت جدا جدا، دي اتغيرت جدا، بس برضو متاخد يعني متاخد. ف لقيتها بقى مطلعه لي بقى من الشنطه سبح والعده بتاعتها بتاعت الطياره دي، سبح وكتب ودعاء وكده. وبعدين بقى طبطبت عليها كده قالت ما تخافش انا معاك ايا كانت. من ساعه ما نزلنا هي ما سالتنيش لغايه ما رجعنا البيت، لفت معايا نيابات مصر واسم مصر. وفي اليوم ده كان يوم متعب شويه، بس كنا عارفينه يعني، كانوا هم طارق ونسين كانوا مجهزيننا على اليوم ده هيحصل ايه وكده. وبس كنت متاخد يعني. وبعدين نزلت مصر كده وخلتني هي اقعد جنب الشباك عشان اتفرج على مصر من فوق، لاني بقالي كتير ما شفتهاش. شيرين هسألك سؤال واحنا اتفقنا نتكلم بصراحة.
لا ما اتفقناش. بوضوح. لا لا انا ما اي حاجه تسالها هقول لك بمنتهى الصراحه. لو رجع بيك الزمن 8 سنين لو رجع بيك الزمن 8 سنين تتخلي عن نجوميتك وعن شهرتك ونجاحك وتعزلي نفسك تماما وتروحي تقعدي جنب جوزك في ازمته في لندن وتسيبي كل حياتك وشهرتك ونجاحك وانتشارك واحلامك وابداعك وطموحك؟ انا عملت دوت وانا مقتنعه بيه 1000000% مش 100%. يعني لما خدت القرار ده من 8 سنين عملته عن اقتناع, مش ان انا مثلا كنت متذبذبه, لا القرار ده انا واخداه وانا مقتنعه بيه 1000000% مش 100%. ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي انا عملته تاني من الاول, وانا سعيده جدا ان انا عملت كده ومقتنعه ان انا ده كان واجبي اكتر من ان انا اغني او ان انا اختار اغنيات او ان انا شهره. انا الحمد لله خدت جوائز كتيره, اشتركت في اكبر مهرجانات في الوطن العربي. انا واجبي كان جنب جوزي واولادي في الوقت دوت, وده اهم حاجه عندي, ده مهم جدا طبعا, ده بريوريتي ليا في حياتي كامراه. الضعف الانساني جوه كل انسان جواه كلمه انا, الايجو بتاعه انا. وانت كنت واحده في لحظه ناجحه جدا لما بيبقى عندك اولاد وزوج ومسؤوليه وموقف صعب جدا ان اسرتي بتتعرض له, لا في الموقف دوت الواحد ما بيبقاش فيه انا, لا فيه هم, وبعدين بعد كده انا. تفتكر لو في واحده غير شيرين واجدي كانت مراتك في الظروف دي كانت ممكن تستحملك 8 سنين وتضحي بفنها وحياتها عشان تقعد جنبك؟ هو ما فيش غير شيرين واجدي واحده في الحياه, وما فيش حد, لا لا هي استحملت كتير جدا, ستريس رهيب ده. يعني هي كانت في ضغط عصبي لدرجه ان انا ما كنتش بحكي لها تفاصيل, يعني التفاصيل نفسها ما بدخلهاش فيها عشان الاستريس بيبقى اكبر على مدار الثمان سنين, اللي هو اللي انا حكيت قبل كده ان انا من اول يوم وانا بسعى ان انا ارجع فعلا, وكل يوم من اول يوم حاسين ان احنا جايين الاسبوع الجاي او الشهر الجاي, وانت يمكن من الناس اللي عشرتنا وكنت عارف وعارف ان احنا عندنا الامل ده موجود بس مرار, لدرجه عشان بس من الموضوع ما يبقاش مؤثر كانت كل شويه هي تقوم محضره شنط وترجعها. جيت بقى مره اخر مره قلت لها ابوس ايدك ما تحضريش شنط, كل ما بتحضري ما بنرجعش, سيبيها مره نبقى نوضبها واحنا ماشيين, لان في صيفي وشتوي. وانت عارف البيوت هناك في لندن الشقق عامه مش زي مصر ان انت تبقى في دريسنج اريا كبير حاطط فيه هدومك او حتى لا الشقق, لا الشقق صغيره, فكان لازم ان انا اخد الهدوم الصيفي ارجعها ودي بدلها هدوم شتوي وهكذا. قلت لها سيبيهم قال لي سيبيهم, ولذلك حتى في الجمارك لما كانوا بيشوفوني اقول لهم رجع الشتوي, ما فيش حاجه معايا, يا مرجع الشتوي يا رجع الصيفي, فما فيش حاجه. يعني اصعب لحظه مرت عليكي ولا لحظات؟ لا لحظات طبعا, لما الثلاث شهور طبعا ان بنتي صغيره كان عندها 4 شهور وكانت مع ماما وبابا, وان انا ما كنتش قادره اشوفها, وحاجه عارف ألعن شعور بقى ان انت تبقى حاسس ان انت ما عملتش حاجه ولا هو عمل حاجه. وانا مقتنعه بنيوم في المية, لاني انا عايزه اقول لك حاجه, انا ستريت لو هو كان عمل حاجه وان انا مقتنعه كده صدقني كنت هقف جنبه, بس كنت هبقى لازم ان انا كنت هصارحه وهنتكلم في الموضوع يعني, انما حاسه ان احنا ما عملناش حاجه. كنت واثقه من براءته من اول لحظه 1000000%. وانا ايه ده؟ ما شكيتيش لحظه ان هو ممكن يكون مذنب فعلا؟ لا طبعا, لا طبعا واثقه 1000000% ان هو ما عملش حاجه. وامال انا ايه اللي منعني الثلاث شهور؟ ما انا عشان ابتديت اتكلم اقول لا جوزي ما عملش حاجه, فاتمنعت ثلاث شهور ان انا ادخل مصر وفي بيبي صغننه. طبعا كنت هتجنن عليها لاني مش عارفه, يعني صغيره جدا. وبقول لك حتى شفت فاطمه وفرح بس نور ما كنتش شفتها. فطبعا لما جات لي بعد كده وقدرت ان انا انزل طبعا مصر بعد كده لاني لقوا ان ما فيش حاجه خالص عليا. ايه اصعب اللحظات شيرين بقى في الفتره دي؟ لا يا عمر, كان في كتير لحظات صعبه ان انا يعني لما اولادي كانوا بيحاشوني طبعا كنت بقعد اعيط. الغربه وحشه, الغربة وولادك مش معاك, عارف ممكن نبقى قاعدين كلنا في أي بلد, في بيشتغل في السعودية, بيشتغل في أي بلد وولادنا معانا في أي حتة, في أي حتة, في أي حتة في العالم, بس يبقى أولادك معاك ومراتك وجوزي, يعني كلنا أسرة سوا وماما وبابا, يعني
انما كده كان صعب جدا. وبعدين انا مرتبطه بعيلتي جدا، انا عيلتي طبعا وقفوا جنبي جدا في المحنه ديت، ولاد خالاتي وقفوا جنبنا جامد جدا. دي لما تبقى الاسره تاتش وود متماسكه، سواء خالاتي سواء ولاد خالاتي كلهم كانوا جنبي جدا ومحتضنيننا جدا ومحتضنين ولادي جدا ومدلعينهم جدا. بس طبعا يعني انا في وقت طبعا كنت حتى وانا بصلي ممكن ان انا ببقى بعيط لربنا، اقول يا رب يعني انت قلت ان انت بتحمل فوق يعني كل واحد حسب طاقته. انا يعني استغفر الله العظيم طبعا، بس انا بقول لك بصراحه انا ده فوق طاقتي، مش قادره مش قادره استحمل، اقول يعني كده زياده عليا يا رب، يعني مش قادره انا مش قادره تعبت. في غنوة كانت لوردة بتاعت ليالينا وتاهت بينا ايوه وقلنا نرسي على مينا مشينا من غير اهالينا. ايوه فاكراها؟ فاكراها بس ما ينفعش لاني لو غنيتها هقعد اعيط ليه وللزمن، فلو سمحت ما تضغطش عليا. اصعب اللحظات بالنسبه لك 8 سنين عايز ترجع، او انت عايز ترجع ليه؟ ما هو في رجال اعمال كتير بيطلعوا ما بيرجعوش. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز ارجع ان انا ولا يوم ولا ساعة في مصر. وبعدين أنا ما كنتش قاعد في دولة نامية، أنا كنت قاعد في بريطانيا العظمى في لندن. أنت جيت لنا وعارف إحنا لا، مصر حاجة تانية، مصر بلدي. أنا لندن دي يعني أحمل الجنسية وكل حاجة، لكن بلدي هي يعني مصر. في رجال أعمال خرجوا ما رجعوش، ما فكروش حتى يسووا ولا حتى فكروا. لا أنا عايز أقول لك، وأنت عارف طبعا الناس عارفة، أنا جاي من غير ما أكمل التسوية، أنا بصدد إنهاء التسوية إن شاء الله مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وده أكبر دليل إن أنا عندي حسن نية ومش خايف ومش عامل حاجة غلط. لما المناخ في مصر يتحسن أنا جاي عشان أقول ليا كذا وعليا كذا كذا كذا، الصالح العام المال العام فوق راسي، وكمان المال الخاص من حق كل مسؤول في البلد ان هو يجيب المال اللي اتاخد من البني ادم اللي هو من الشعب، اللي انا كنت عندي شركه وفاتح بيوت وفاتح ناس والدنيا خرب. فانا جاي لبلدي اساهم في تطوير الصناعه اللي بشتغل فيها اللي هي صناعه الاعلام في بلدي في الظرف الدقيق دهوت، وفي نفس الوقت جاي اقول وسهل على المسؤولين وكان الله في عونهم اللي موجودين اللي عندي مشاكل معاهم، ان انا جاي يعني جاي احل، يعني جاي اسوي، يعني عليا كام وليا كام، ولو طلع ماليش اللي تقوله جهات معينه محايده. وفي نفس الوقت احنا انا قطع شوط تقريبا 90% مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون من خلال وزيره الاعلام والاستاذ الفاضل الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وانا معاهم من اول يوم ما جيت، وانا بروح وبشوفهم. ولسه شايف النهارده الناس زمايلنا في شؤون القانونيه في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، زمايلنا في شؤون القانونيه في الاهرام، بفوت على كل يعني كل يوم بخصص ساعتين من وقتي، لان من اول يوم نزلت على الشغل على طول نزلت اشتغل. ترد بيها اللي بيقولوا ان ايهاب طلعت جه في صفقه مع الدوله؟ صفقه؟ صفقه ايه؟ يعني زي ما بتقولوا صفقه اخوانيه؟ صفقه لا صفقه على صفقه مع الدوله. مع الدوله انا صفقه مع الدوله؟ يعني صفقه مع النظام. طبعا كل التقدير والاحترام للرئيس الجمهوريه البطل الشجاع اللي خد استلم البلد دلوقتي في وقت ظرف صعب، مستشار عدلي منصور. بس هو هل في نظام؟ ده نظام مؤقت. اللي يعمل صفقه مع نظام موجود، مش نظام مؤقت. الكلام ده مش موجود، مش حقيقي. انا ما عملتش اي حاجه غير اني قدمت طلب للنائب العام وسيادته طبقا للقانون، طبقا لصحيح قانون وافق لي عليه. تشعر انك انت ضحيه؟ انا عسرت، انا لم اتعثر، وجميع العاملين في المؤسسات اللي انا لدي خلاف من مالي بيني وبينهم يعلموا ذلك. مين اللي عسرك؟ يعلموا ذلك. مين اللي عسرك؟ يعلموا ذلك برضو. عمرو احنا اتفقنا، انا اللي بيبص ورا عمره ما هيتقدم له. هسألك سؤال اخير قبل ما اطلع ارجع لشيرين. شخصيتين عايز اسألك عن دورهم في حياتك، السيد صفوت شريف وزير الاعلام الاسبق، السيد انس الفيقي وزير الاعلام الاسبق. اعمالهم دورهم ايه في حياتك؟ دورهم ايه في قضيتك؟ كانوا وزراء اعلام في مصر. هل انت ضحيتهم؟
يعني بص يا عمرو انا مش عايز اتكلم في حاجه عمرو ارجوك انت ممكن ما تجاوبش على فكره انا مش هجاوب مش عايز تجاوب مش هجاوب طيب كل واحد عارف هو عمل ايه لو حد عمل حاجه كل واحد بيبقى عارف عمل ايه او ظلم مين وخلاص يعني انما كل واحد صدقني مش ممكن انت تظلم حد وانت فاكر ان انت ما ظلمتوش او تتكلم زي ما انت عايز بتقول لا انت من جواك انت عارف انت ظلمت مين لو حد يعني ظلم انا اتكلم بقى في شيرين والفن شيرين انت الاعلان انا معاك قولي يا شيرين طب الفتره الثمان سنين دي كلها ما فكرتيش بقى تغني ليه يعني انت كنت طيب عندك ظروف وعندك ازمه كبيره وعندك اولاد وقاعده ما بين بلدين فينك انت بقى فين شيرين وجدي المطربه مش موجوده ليه اختفيتي ليه في الفتره دي اه انا فين بقى انا ما بين لندن وما بين مصر يعني هنا وهنا ما يعني حتى كان في اغنيه عن طارق مذكور ما حتى ما قدرتش ان انا اسمعها ما كانش في وقت وفي يعني ايمن عمل برضه اغنيه ما كانش في وقت عملك يعني ما هو المشكله ان هم عارفين المطربين بيعملوا الواحد لو بنته عندها انفلونزا ما بتقدرش وتبقى عامله لك دربكه في البيت وتبقى نازل مودك مش لطيف اشحال انت بقى مش ان انت عندك حاجه كده لا دي انت عندك كرايسيس يعني مصيبه اللي احنا فيه ده كان مصيبه بس كان ممكن تعملي البوم كان ممكن تعملي حفله انا الالبوم عشان اسلمه الروتانا احنا سجلناه في لندن عشان اسلمه عشان ده كان اخر البوم ليا وما عملناش يعني ما جددناش لان ما كانش ينفع سجلنا كل الالبوم الاخراني في لندن وده كان اخر حاجه وما صدقنا ان احنا بس على اساس ان احنا كان في تعاقد اللي هو من 6 سنين ده كان اخر حاجه اساس يعني نبقى عملنا العقد بتاعنا صح طيب معانا من بيروت النجمة الجميلة شيرين عبد الوهاب من بيروت ازيك يا شيرين ازيك يا شيرين ازيك يا شيرين ازيك شيري ازيك ازيك حبيبتي عاملة ايه نورتوا بلدكم والف مبروك على عودتكم والله يعني انا عايز اقول بس للناس اللي ما كانتش بتشوفنا نحن لما كنا بنروح لندن انتوا كنتوا قد ايه بتستقبلونا وبتعملوا لنا احلى حاجه فربنا يحرمكم من بلدكم ابدا ولا حبيب بلدكم ربنا يخليك دلوقتي قولي لي يا شيرين مش المفروض هي خلاص بعد ما رجعت مصر وبعد ايهاب ما رجع مصر انها ترجع تاني تغني ولا انت رايك ايه؟ لا طبعا لازم كلنا نغني عشان بلدنا بقى ابتدت تحلو اهي ويبقى عندنا امل في حاجات كتير الحمد لله الاول كان احنا كنا في غمه ونزاحت فالف مبروك على عودتكم يا شيرين وانا انت يعني شيرين مش بس بتغني شيرين بتمثل كمان حبيبتي احنا عايزينها تمثل وتغني حبيبتي ربنا يخليكي ميرسي يا شيرين حبيبتي ربنا مبروك على عودتكم مبروك على عودتكم يا حبيبتي ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكم ميرسي على عبد الوهاب بتتكلم من بيروت شكرا على المكالمة جدا يعني هي بتكلمك من بيروت تقول لك ارجعي عودي يا شيرين عودي يا لميس صح عودي يا لميس هتعودي ولا مش هتعودي؟ باذن الله ربنا يسهل يعني ايوه ان شاء الله امتى هتعودي؟ يعني ما هو شوية كده بس انت عارف الواحد لسه يعني 8 سنين قاعدة هتعملي ايه بقى خلاص الراجل قاعد اهوت وبيشتغل من اول يوم شيرين خدت على خاطرها انا بقول لك هي مش هتقول لك ده خدت على خاطرها من الناس ومن الاعلام فترة المشكلة بتاعتي اتصدمت الناس ابتدت الاعلام بصراحة ابتدى يحس بشيرين الفترة الأخيرة لما حسوا قد إيه هي كان دورها مؤثر إنما هي خدت على خاطرها من الناس الكلام اللي اتكتب كان تعنط فيها هي حساسة شيرين ورقيقة فما استحملتش حتى لما حاولت شوية كده تعمل حاجة وكان في وقت ظرف وطني وعملت أغنية وطنية ولقت هجوم جالها إحباط وديبريشن ورغم إن الأغنية نجحت والناس نجحت شيرين لغايه دلوقتي بيجي لها شغل بره مصر في اوقات كتيره جدا وراحت عملت حفله في امريكا يمكن من واشنطن في واشنطن من 6 7 شهور ناس بتستقبلها في العالم العربي حاجات كتيره راحت الكويت عملت حفلات راحت بيروت راحت معانا كمان معلش هقطعك معانا الشاعر الجميل والصديق العزيز ايمن بهجت قمر ازيك يا ايمن ازيك يا دكتور عمرو ازيك يا استاذ ايهاب وازيك شيرين ازيك والف الحمد لله على السلامه يا بوب منور مصر انت وشيرين ومش عايز اقول لك فرحتنا كلنا برجوعك ازاي يعني دلوقتي ايمن هل يعني شيرين حتى الان لسه عازفه انها ترجع تاني انت تقول لها ايه وهل تقدر تشجعها انك تديها اول كلمات لاول اغنيه تغنيها بقى بعد رجوعها؟ طبعا اصلا احنا الفتره الاخيره اللي هي قبل ما تبعد عشان شغاله بموضوع ايهاب وكده كنا بنجهز اغنيه انا ومحمد يحيى وطارق مذكور
وكان المفروض ان احنا نعملها. وطبعا احنا كلنا نشرف بالشغل مع شيرين، وكلنا نجحنا مع شيرين، وكلنا شفنا كمان. يعني انا واحد من الناس لما اشتغلت مع شيرين شفت ازاي هم اهتموا بشغلي وصوروه كويس، وشيرين نجمه محبوبه وصوتها فيه بهجه كده. ولما يبقى المطرب بصوته دايما مبتهج، عمره لما يبقى حزين ما يقدر يغني او يقدر الناس تصدقه. وهي فعلا كانت لانها ما هياش عايشه للشغل كاكل عيش، ولا انها بتلم فلوس من وراه، فهي فعلا زوجه من عيله مش ممكن تحس انها تغني في الظروف دي. بس الوقت ده فعلا كلنا يعني نفسنا فعلا انها ترجع تغني تاني، وبنقول لها حتى لو انت زعلتي من فتره من الاعلام، بس زي ما ايهاب قال انت برضه الاعلام قدر دورك وموقفك كويس جدا في الفتره الاخيره. وبنتمنى شيرين ان احنا الفترة الجاية نتعاون بإذن الله مع بعض كلنا. يلا جهز لها حاجة أيمن. الشرف يعني. يلا هنجم عايزين أول أغنية من عندك يا أيمن بقى يلا. لا ده أنا عايز أقول لك بقى حاجة بخصوص إيهاب كمان. أنا هشوف إيهاب في عز ما هو كان في الغربة وفي مشاكل أنا عايز أنا نفسي وأنا في مصر لما بيبقى عندي مشكلة أول واحد بكلمه أقعد أصوت له دايما إيهاب. يعني يقول لي الله يخرب بيتك كفاية. يقول له كفاية من المشاكل اللي عندي. جدع وعارف الله. لا لا ده أنت أخويا أيمن. لا رجع وفرحتي بيه كبيرة ومنور مصر يا إيهاب الحمد لله. ربنا يخليك يا مولانا. شكرا يا شاعرنا الجميل أيمن بهجة قمر على المداخلة الجميلة دي، شكرا جزيلا. يعني الناس كلها بتقول لك عود يا شيرين شيرين وأيمن بهجة قمر. في مشاريع لازم تفكري فيها بقى. ربنا يسهل يعني. بإذن الله بإذن الله والله. طب ما تيجي نسمع حاجة كده عشان نفتكر حاجة كده من الحاجات الجميلة بتاعتك يعني. هقول لك حاجة. هو أنا أول مرة كنت أطلع عامة أمثل وغني يعني تمثيل وغناء، كان طبعا دوري في بوابة الحلواني، كان الأستاذ ممدوح الليسي الله يرحمه طبعا، ألف رحمة عليه الله يرحمه. هو كان رائد الإنتاج الفني في العالم طبعا. العربي. كنت انا طلعت بس في حفله في عيد الاعلاميين، شافني وكان دور ألمص ده كتير جدا مترشحين له، وهو شاف انا كنت جديده خالص، كانت اول حفله اطلعها، وهو شاف ان انا اللي اعمل دور ألمص. وفعلا قال لي هيكلموكي في قطاع الانتاج وهيقولوا لك، وكنت لسه مش معروفه خالص يعني، كنت اول حفله اطلعها في حياتي كان حفله عيد الاعلاميين، الف رحمه عليه طبعا. وفعلا لقيتهم بيكلموني من قطاع الانتاج وادوني دور ألمص في بوابة الحلواني. كنت دايما اقرا اشوف مين اللي هيعمله يا ترى كده، بس عمري في خيالي ولا في احلامي ان انا اعمل الدور دوت يعني. فممكن اقول اللي بنا بنا مصر كان في الاصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات. الله جميل. يبقى لازم تعودي يعني. إيهاب انا عارف ان بص لحظات الانكسار بيبان العدو من الحبيب. مين كان العدو ومين الحبيب؟ مين كان القريب ومين كان البعيد؟ مين اللي كان جنبك ومين اللي فوجئت بيه جنبك؟ ومين اللي كنت تنتظر انه يكون جنبك وبعيد عنك؟ وجهزي نفسك نفس السؤال برضه. هو اول واحد وقف جنب يعني طبعا نطلع القرايب والحماية وحماتي وعمي وأولادي يعني. واحد له موقف ويمكن الناس كلها عارفاه، وأنا وشيرين بنحبه وبنقدره جدا، المهندس نجيب ساويرس. نجيب وقف جنبي من أول لحظة في المشكلة بتاعتي. أكيد ووقفة الحقيقة يعني. نجيب إحنا مش أصحاب، إحنا كان عندنا شراكة في شغل وحاجات، وحاجات وقفت وحاجات مشيت. من أول يوم من أول يوم فضل واقف معايا من ايام حتى تقييد حريتي، وهو وقف وجاب شيرين، وكان اميره كمان المساعده الشخصيه بتاعتي من الناس اللي بحبهم، وجابهم وقال لهم لا ايهاب مظلوم وانا عارف يعني ايه مظلوم. ووقف وقفه جامده جدا. وحتى بعد ما انا مشيت في لندن دائم الاتصال بينا ويلا وما يهمكش، وبعد الثوره ووقف وحاول كتير جدا. وقفته من الناس اللي
اللي الحقيقه يعني مش عارف يعني. انتوا اظن عاملين شركه مع بعض الانتاج التلفزيوني دلوقتي. شركه الانتاج وفي الاعلانات كمان. وطبعا باكوره اعمالنا اللي هي اخر اعمال الراحل العظيم ممدوح الليسي صديق العمر، ان شاء الله باذن الله نعمل. وكمان بنعمل بنشترك مع شركه برومو ميديا وشركه الشروق للاستاذ شريف المعلم الوصايا السبح، وعاملين كذا عمل فني مع بركات، وان شاء الله باكوره اعمال. وطبعا بقى شغلي الاساسي في الميديا والاعلان باذن الله ربنا يقدم الخير. انا بشكره وبوجهله شكر والتحية جدا. استاذ عماد راغب تبع استاذ عماد راغب كمان من الناس المحترمه جدا. بعد الازمه ما كناش نعرف في يعني في ناس مش عايزين ننسى، لان في ناس كويسه قوي كمان. شيرين انت اكيد طبعا انت مجروحه من زملاء ليكي في الوسط الفني، في عز ما كنت انت ناجحه كانوا بيجرحوكي دلوقتي، وطبعا واضح ان الجرح زاد، اصبحوا شمتانين لما كنت انت في مأزق. دايما الواحد عارف المواقف دي، لكن مين اللي ممكن تفتكري له حاجه جميله مش حاجه وحشه؟ لا هو في الحقيقه يعني لا كتير جدا لما كانوا بيجوا لندن كانوا بيكلمونا وكنا بنشوفهم. شيرين عبد الوهاب وغيرهم. شيرين عبد الوهاب كانت على طول لما بتيجي لندن. وكتير يعني لما كانوا بيجوا لندن كنت بشوف كتير منهم. فده كان شيء بيسعدني يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني عشان خاطر بقى نكمل حوارنا الجميل مع الفنانه الجميله شيرين وجدي، الفنانه العائده، نقول العائده العائده، ورجل رجل الاعلان والاعلام العائد ايهاب طلعت. بعد الفاصل شيرين وجدي والاستاذ ايهاب طلعت، وانضمت لنا ضيفه عزيزه جدا وغاليه جدا فاطمه ايهاب طلعت. ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا انكل؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله على سلامه ماما وبابا. الله يسلمك. مبسوطه ان بابا وماما راجعه؟ اكيد يعني. اظن يعني شعور صعب انك انت تحسي ان بابا مسافر وانت في مصر وكده. طبعا. ايه بقى كنت بتعملي ايه؟ انا حاجة يعني اكيد كنت عايزاه، بس ما اقدرش اعمل حاجه برضو يعني، ما انا عارفه ان هو بيعمل اللي يقدر عليه. كان عندك امل انه ممكن نرجع مصر تاني ولا كنت فقدت الامل بصراحه؟ كان في يعني كنت بفضل ادعي بس. لكن في ما فيش مره كده قلت خلاص بابا مش راجع تاني؟ لا بصراحه في الاخر خالص كان شويه. لا مش كده يعني، انا عارفه ان هو بيفضل يقول انا راجع بكره انا راجع بكره، بس اللي هو برضه يعني عارفه انه هيرجع at some point يعني. الثاني فايتر يعني. فايتر صراحه فايتر. انت ما فيش لحظه جت عليك قلت خلاص انا فقدت الامل؟ يعني قبل ما ارجع ب 15 20 يوم المره الوحيده.
ايه اللي جت؟ لا يعني برضو شويه كلكعات كده، وطارق ونسرين كلموني بس هم على طول يعني مطمنيني، بس قلت المره دي لو ما رجعتش خلاص يعني مش هشوف مصر تاني، مش هرجع. حسيت ان خلاص ما كنتش هقدر اقاوم اكتر من كده. انا قاومت كتير جدا، كنت واقف وصلب عشانهم، كنت دايما بقول لها كده شيرين انت النفس اللي بيديني يعني وقفتك معايا هي اللي بتفرق. فحسيت بقى اني خلاص لو انهارت خلصت بقى الدنيا خلصت، فكنت واقف وبتاع. بس هي مره واحده كده والحمد لله ما طولوش عليا طارق ونسرين والدنيا قامت بعديها. سالته قبل الفاصل وهو رفض ان هو يرد على سؤالي. هسالك سؤال بشكل تاني. يا خبر يا عمرو عليك يا عمرو. هسالك سؤال بشكل تاني. انت بتتكلم على الكواليس دلوقتي، المفروض ان الكواليس دي محدش يجيب سيرتها عمرو دي. ارجوك كان في مؤامره عليه. كان في مؤامره عليه. ليه؟ من ناس كتير على فكره. من مش حد واحد طبعا. علشان هو كان طبعا كيان جامد، فكان ما ينفعش واحد بس، فهو كان كان في مؤامره عليه. احنا الشركه عندنا كانت مصنفه رقم 2 في العالم العربي، فما ينفعش واحد بس اللي يوقعها يعني. شويري كانت الشركه وقتها كانت نمره 2 في العالم العربي، مش سألت واحد مثلا. هل فسخك العقد اللي كان بينك وبين نجد السيد صفوت الشريف دفعت ضريبه لي او ثمن لي؟ عمرو حبيبي يعني انا انا بسالك سؤال، انا ارجوك انا مش جاي، انا مش جاي، انا 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 اتكلمت قبل كده وشرحنا وقلنا القصص كلها وليا كام وعليا كام. احنا جايين انا مش بتكلم عليك كام، انا ليك كام، انا بسالك سؤال واضح. عائليه؟ سؤال عائلي جدا اصلا. الشراكة، انت كان في شراكة بينك وبين ناجي لمدة 6 شهور في سنة 95. هل دي كان ليه تأثير في قضيتك؟ يا عمرو انا بسأل سؤال، ما تقعدش تقول لي يا عمرو. ممكن تقول لي ممكن تقول لي لا، ممكن تقول لي امتنع برضه. بص تجاوب انت. طب ما تمتنع. انا لا لا مش همتنع. انا بص اقول لك حاجة، مداخلة شيرين عبد الوهاب النهاردة انا بثمنها جدا، لان شيرين حلو الاجابة بصراحة والله العظيم بجد. شيرين عبد الوهاب يعني رغم ان الناس كلها كانت فاهمين ان كان في خلاف بينها وبين شيرين، والخلاف ده انتهى. محمود سعد فاكره في برنامج البيت بيتك صالحكم ما خدتش ربع ساعه وبقوا مصحاب جدا بصراحه، وكانت على طول بتيجي شيرين اما شفناها حتى قبل المشكله. مطربه مصريه صوتها حلو بصراحه. انا اعتبر ان انت مش عايز مشرفه لينا بصراحه. اعتبر ان انت مش عاوز تجاوب على السؤال ومش هساله لك تاني خلاص. انا مش عايز اتكلم. انت حاسبنتي على حد؟ انا بتمن مكالمه شيرين عبد الوهاب. يا شيري تتفرجي علينا يا شيري؟ تتفرج علينا اكيد. طب حاسبنتي على كم حد يعني وانت بتصحي؟ يا ساتر يا عمرو عليك. حاسبنت على ناس كتير. اصل انا ممكن انا لا حول ولا قوه. كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، ان لو حد ظلم، لان انا مش عارفه مين بالظبط، فكنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللي ظلمنا ربنا اللي انتقم منه. انما انا فعلا مش عارفه، انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه يعني. انا مش عارفه انا مش هرجع البيت النهارده ولا ايه. انا بس هو على اساس عارف ان هو شويه انا على نعم يا عمرو. انت مش عارفه فعلا حسبتي على مين؟ انا بسال الاستاذه دلوقتي، من فضلك لما يجي دورك في السؤال واجاوب. اتفضل. يعني مثلا منعي من دخول مصر خلاص خلاص بلاش يا بصلي حسبنتي وخلاص يعني. طب رب هسالك سؤال تاني خالص، ربنا جاب لك حقك؟ اللي حسبنتي عليهم ربنا جاب لك حقك؟ حول الله. مفيش امر. ايوه هقول لك حاجه. ايوه ربنا طبعا طبعا هو اللي بيجيب حقوق اي حد مظلوم. ربنا مفيش اكبر من ربنا اللي يقدر يرجع لك حقوقك. بس عايز اقول بس لسه في ناس برضو ربنا سايبهم للاخر شويه. يعني في كام واحد برضه انت مش زي مين؟ هقول لك خلاص كده، خلي بالك انا بس كده يعني. مش مقياس يا جماعه ان اي حد بيحصل له حاجه ان ربنا طبعا طبعا ما لحدش يعرف. بس انا دايما كنت بدعي يا ربي اللي انا لا بس هي دعوه المظلوم، انا بتكلم على دعوه المظلوم. ايوه يعني كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حصل فيا
واللي حصل فينا يحصل للشخص اللي عمل فينا كده. وحصل؟ لا بقى في ما هقول لك في كام واحد حصل له في كام واحد لسه ما حصلوش. انا اقول لك على حاجه بقى، طب ممكن اقول انا حاجه لنا. في ناس ممكن يكون حصلت لهم ممكن اقول حاجه حصلت لنا بس ما يكونوش عملوا لنا حاجه. أيوة يعني أيوة. ممكن حد لا اللي انتوا ضروكوا حاسه ان ربنا يعني انتقم لكم. طيب نفسك ماما ترجع تغني تاني عشان اغير الموضوع؟ اللي هو قولي حبيبتي مين اللي عمل كده؟ ترجع تغني تاني؟ دي بتتحايل عليها على طول. دلوقتي انت راجل انتجت برامج التوك شو، كنت من رواد انتاج التوك شو، عملت البيت بيتك، شايف مستقبل التوك شو في مصر ايه؟ ده انا اللي يقول ان التوك شو بينتهي في مصر ده نظرته محدوده جدا، ما فيش حاجه اسمها بتنتهي. هو هيطلع برامج تانيه بستايلات تانيه هتاخد مساحه تانيه من وقت المشاهد. نقدر نقول كده. يعني هيطلع برامج تانية وابتدت فعلا الحقيقة، يعني في برامج ترفيهية، في برامج نوعيات أخرى ابتدت تاخد وقت مساحة تانية، ولسه والفترة الجاية وبعد انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان هيطلع طرق جديدة، واحنا شايفين القنوات بتوسع في بتعمل ستريتشنج للوقت بتاعها من خلال انها بتعمل قنوات تانية، هيطلع. لكن التوك شو مش هينتهي. هل فعلا في شركات بحوث تسويق بتزور في النتائج لصالح محطات معينه عشان خاطر كيانات عربيه تستحوذ على الفكره الاعلانيه؟ شوف يا عمر انا اقول لك على حاجه، الموضوع ده انا سمعته، الشركات اللي بتتكلم عليها دي شركات مهنيه وشركات عالميه موجوده، يعني ما هياش شركات فاتحه امبارح. انا ما شفتش من زمايلي وفي ناس متوليه الموضوع دوت وقايمه بيه في السوق وبيقولوا ان في مستندات دل على كده، انا ما شفتهاش بعين. بس اللي انا اعرفه ان الشركات دي مهنيه ومحترفه وعالميه، هستغرب جدا لو كان الكلام ده حصل. الى ان ابص في المستندات واشوف، طبعا لان انا راجل يعني عندي شويه خبره، فحفهم اذا كان فعلا الكلام ده حقيقي ولا هي كانت بقصد ولا ما حصلش الكلام ده. لكن لو عملت كده هبقى انا مستغرب جدا انها عملت كده، لانها شركات عالميه كبيره ومحترفه. ما اعتقدش لو عملت كده تبقى طبعا الموضوع يبقى فيه توجه. لكن الى ان اشوف المستندات ما اقدرش اعرف. ايه بقى اهم الاعمال اللي بتعتز بيها بقى في تاريخك الفني وتحس انها فعلا كده لما تحبي تفتكر نفسك وانت بتغني تتفرج عليها؟ طبعا بوابه الحلواني، لان دي كانت 5 اجزاء وكانت في رمضان، فكان الكم المشاهده كان كبير جدا فيها. فطبعا وكانت الستايل بتاعها طبعا على ستايل المرشحات كان استاذ بليغ حمدي، يعني ان انا خدت فرصه ان استاذ بليغ حمدي يلحن لي دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بعد كده الاستاذ عمار الشريعه الله يرحمه طبعا عمل لنا الحان حلوه جدا في بقيه الاجزاء. فنان عظيم. فطبعا انا بوابه الحلواني ليها معزه في قلبي طبعا. غير بقى ممكن نسمع حاجه بقى من غير الحلواني؟ من غير الحلواني؟ اقول ايه؟ انا عارف حافظها ولا حافظه حاجه ثانيه ليكي ولا عايزه بره ليكي؟ تحب تغنيله هو؟ اقول له ممكن اقول انا بحب كل ده يطلع مني. هقول غني لي شوي شوي، انا بحب الاغنيه دي جدا. غني لي شوي شوي، غنيلي وخد عيني خليني اقول الحان يتمايل لها السمعين ويرفرف لها الاغصان النرجس مع الياسمين ويسافر بها الربان طويل البوادي. طي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيني. الله الله الله، جميل جميل جميل. مشاريعك بقى المستقبليه، نتكلم جد بقى، ناوي على ايه؟ انا عارف انك انت بقى هتقعدي شويه نقاهه بعدين تبداي تفكري. انت حاسس بالنقاهه دي شويه؟ احنا عايزين بقى النقاهه دي يعني ما تدومش كتير وتبداي على طول. في حاجه ايهاب بيفكر فيها؟ لا، عايزين عندها اغنيه حلوه جدا لايمن ومحمد يحيى وطارق مذكور، وفي اغنيه رائعه
عملها لها الراحل رياض الهمشاري اخر حاجه عملها، وكلمات الدكتور مدحت العدل الشاعر العظيم الدكتور مدحت العدل. طبعا اراهن بعمري عليك اغنيه حلوه جدا جدا، يا ريت بقى لو عايز خليها. لا بس طب يا ريت حافظها قوي شويه. حافظ؟ لا انت حافظها. ده والله انا حافظها. اراهن بعمري عليك يعني انا طبعا مش حافظها قوي لاني يعني سمعتها كده. هي بتقول أراهن بعمري.